مرحبا بكم مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديده من برنامج خيوط الخير. خيوط الخير اكيد عندها كادر يتجول من المراسلين بكل محافظات العراق، واليوم حلقتنا اعدنا اياها التقارير المراسلين هي من محافظه تكريت والنجف والموصل. فهذه التقارير كلها راح نتعرف بها على الحالات اللي موجوده لنسائنا العزيزات، وكل وحده عندها ظرف خاص وكل وحده تعاني من ظرف صعب. فخليكم ويانا بالوقت القادم، راح نكون كل تفصيل بالتقرير راح نشرحه بشكل اوضح، وان شاء الله تكونون ايضا انتم بالصوره معنا. خليكم ويانا. إذن بدايتنا هي من محافظة صلاح الدين، وبالتحديد تكريت، وبالتحديد بتكريت عندنا أم مصطفى. أم مصطفى هي أرملة، وهذه الأرملة عندها تعيل 11 فرد، منهم 8 بنات وثلاث أولاد. وطبعا بهذا العدد الكبير من الأولاد أكيد هي تعاني ظروف صعبة لكونها هي المعيلة الوحيدة للـ 11 نفر. طبعا أكبرهم هو عمر الولد 18 سنة، ترك المدرسة لحتى يجد العمل بعد وفاة والده بانفجار مفخخة. إذن العائلة هي فعلا بحاجة إلى من يقف معها، ومراسلنا اللي هو عبد السميع زارها للبيت وتفقد أحوالها، وأيضا بشرها بمساهمة الشرقية بمشروع الخياطة. التفاصيل أكثر في هذا التقرير. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. برنامج خيوط الخير اليوم في مدينه تكريت مركز محافظه صلاح الدين. اليوم يعني قصتنا مع خياطه اسمها ام مصطفى، هي ارمله تعيش 11 طفل. حسب ما وصفناها احد الاصدقاء في مدينه تكريت، هي تعيش ضمن هاي البيوت، هاي البيوت اغلبها بيوت يعني بيوت للتجاوز في مناطق متجاوز عليها. فراح نسال احد هاي المنازل ونسال عن بيت ام مصطفى، ظلوا ويانا. يلا. السلام عليكم. شلونك عمو؟ شو اسمك انت؟ انا عبد القادر. عبد القادر، وين بيت ام مصطفى؟ تندلها؟ اي هذه. هذا؟ اي. يلا شكرا جزيلا. وحسب وصف الطفل عبد القادر اللي شفتوه ويانا، هذا هو بيت ام مصطفى. راح نشوف بيت ام مصطفى. السلام عليكم. شلون صحة عيني؟ احنا قناة الشرقية، برنامج خيوط الخير. العمي. هذا بيت ام مصطفى؟ ايه. طيب، أنت مصطفى لو من؟ لا أنا أحمد. ايه. مصطفى أكبر منك؟ ايه، أكبر مني. وين أمك موجودة؟ ايه موجودة. صيح لنا إياها. السلام عليكم، شلونك أم مصطفى؟ أهلاً وسهلاً. احنا قناة الشرقية، برنامج خيوط الخير. شايفته بالتلفزيون؟ اي شايفته، برنامج حلو. احنا وصف لنا حالتك احد يعني الاخوان الصحفيين في مدينه تكريت، وقال انه انت ارمله تعيشين بهذا البيت التجاوز وعندك 11 يتيم، صحيح؟ اي صحيح والله. طيب انت خياطه اولا؟ اي خياطه، بس اخيط للاقارب والبيوت، يعني مو خياطه على بالمنطقه. مو على نطاق واسع يعني. صحيح. طيب احنا نريد يعني تحكي لنا شويه عن حالتك، يعني انت شو وقت توفى زوجك؟ ايش قد عندك اولاد؟ ايش قد بنات؟ ايش قد اولاد؟ شلون عايشه؟ هيك. اي توفى زوجي بسنة 2008 وعندي 11 طفل. توفى بمفخخة حادث بالمطعم. ايوه عندي 8 بنات وثلاث ولد. اكبر الولد ايش قد؟ اكبر الولد عمره 18 سنة. شنو يشتغل؟ عامل والله بمحل مال بلاستيك. أيوه. والبنات؟ البنات عندي قاعدات اربعة واربعة بالمدرسة. اي طيب احنا هسه نريد نعرف انت شلون عايشة؟ على الراتب التقاعدي مالته، راتب والحمد لله والشكر، هو يعني هو صحيح ما يسد بس الحمد لله يعني دابره ماشيه منا ومنا. انت ساكنه قرب مخازن التربيه، شنو زوجك كان يشتغل بالمخازن؟ حارس. اي حارس بالمخازن. بالمخازن. اي طيب
بعدين بس الراتب التقاعدي ولا عندك ابنك؟ هو على الراتب التقاعدي وابني من توفى ابوه قام يشتغل. يعني ترك المدرسه؟ اي والله ترك المدرسه. اي هو كان بصف اول متوسط. زين احنا ممكن نقدر شويه نفوت بالبيت نشوف اذا عندك شيء مخيطته قبل لا يعني ندخل بالتفاصيل الاخرى. تفضلي قدامنا. هاي انت مخيطتها؟ طيب خيطتها البناتي. اي طيب شنو نوعيه الماكينه اللي عندك؟ عندك ماكينه يعني؟ والله كانت عندي ماكينه هاي من الفراشه. اي بس احتاجيتها وبعتها. يعني ستي ما عندك ماكينه؟ لا. طيب اوكي احنا اليوم يعني جايين وجايبين لك ويانا ماكينه وكل مستلزمات الخياطه يعني من قماش من خيط يعني حتى كتافيات القلابيات يعني كل شيء تحتاجي حتى المقاس حتى هذا الاوفر مال القياس الاوبر شيء متكامل ان شاء الله وان شاء الله راح اشوفيه ويعجبك. الحمد لله انا اشكركم كلكم واشكر كادر الشرقيه. هاي الماكينه شلونها ايش تختلف عن ماكينتك السابقه؟ لا ماكينتي السابقه قديمه حيل يعني حتى خياطها ضعيف كلش. اي والله الحمد لله والشكر. ضمن هذا المكان اللي تعيشين به يعني اكو عندك يعني يجين زبائن يجين عليك يخيطين او شيء؟ اكو عندي قرايبنا مثل صديقاتي كانن قبل مو هسه هسه ما عندي ماكينه حاليا. اي يعني اكو ناس تجي من هذا المكان اللي ساكنه؟ خواتي بس خواتي هنا يمي. احنا من خلال هذا البرنامج يعني بعد ما راح تظهرين في برنامج خيوط الخير راح يصير لك يعني اعلان مجاني يعني انت راح الناس كلها راح يشوفك يعني اقاربك صديقاتك حتى الجيران اللي بالمنطقه راح يعرفون انه انت صار عندك ماكينه صناعيه جديده وياها كل المستلزمات. فاحنا اليوم نحب نسوي لك اعلان مجاني. انت عارفه عن نفسك ام مصطفى وانت سكنين؟ ام مصطفى. انا ام مصطفى اسكن بتكريت حي شيشين قرب مخازن التربيه. اي يعني توجهين دعوه يعني للاخوات يجين يخيطن يمك ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. الله يمكننا ونقدر. ام مصطفى احنا مثل ما قلتي انت عندك 11 يعني يتيم. ثمان بنات وثلاث ولد؟ ايوه ثمان بنات وثلاث ولد. كلهم وياك بالبيت يعني انت ما عندك بنيه متزوجه او شيء؟ عندي بنيه زوجتها وطلقت ورجعت. يعني هسه انت عندك ثمان بنات وثلاث ولد. هاي منو يا تسلسلها ايش قد؟ تسلسلها الرابعه. يعني من البنات الوسط فاطمة. قاعدة بالمدرسة؟ والله قعدتهن هالسنة بطلتهن. انت شفتي بالمدرسة عمو؟ اي عمو. يا صف خامس بطلتي؟ اي. فاطمة احنا هسه انت عندك مجموعة اقمشة هذني كلهن قديفة شنو بالك من هاي الاقمشة ماما تخيط لك من عندها دجداشة ياهو مثلا؟ هذا. هذا يعني هذا عجبك؟ اي ام جدة تسمع يعني هسه فاطمة اختارت هذا اللون تخيطي لها ان شاء الله من عند الدجداش. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون فاتحة خير ان شاء الله. الله يحفظكم ويديمكم للمحتاجين. الله يوفقك الله يخليك. مصطفى انت يعني هسه صار مع بداية هذا المشروع شنو ببالك تخيطيه بالبداية؟ والله ببالي اخيط اول شيء وجوه الدواشقنا ومخادنا بعدين اخيط اشوف للعالم اللي يريد من عندي شيء. بناتك مثلا هاي هسه انت عندك القذيفه البازه؟ الحمد لله الحمد لله هو الحمد لله والشكر الحمد لله. احنا مصطفى يعني ويا هاي التفاصيل كلها جايبين لك ويانا 750 الف دينار راتب ثلاث اشهر من قناه الشرقيه. هذا الراتب وان شاء الله راح يعينك على تجاوز المصاعب مستقبلا ان شاء الله. أنا أشكركم جزيل الشكر الله يحفظكم. طيب. مدنا مرت اللخ نعيد الإعلان مالتك تحكين للخوات بالتلفزيون أنت تسوين إعلان مجاني لنفسك. أي أنا أم مصطفى أسكن تكريت شارع حي شيشين قرب مخازن التربية مستعدة أن أخيط يعني اللي يحتاج دجداشة غراض أي شيء. إن شاء الله إن شاء الله يلا بالتوفيق إن شاء الله شايفين ألف خير. خليكم ممنونة منكم. إذن شاهدنا تقرير أم مصطفى وتفقدنا أحوالها مع مراسلنا عبد السميع وهي الآن معنا على الهواء مباشرة. ومرحبا أم مصطفى. نعم. شلونك أم مصطفى؟ هلا عيني هلا بيني. مبروك عليك المشروع وإن شاء الله يا ربي تكونين بديتي بيه. الله يبارك فيك الله يحفظك. خيطتي شيء للبنات والأولاد؟
اي والله خياطة البناتي من البيت والخواتي. مبروك عليك وعليهم، وان شاء الله يا رب يكونون استعاديتي بعض الزبائن. حاولتي تتصلين ببعض الزبائن حتى تمشين الشغل بالايام الجايه؟ ان شاء الله، مو انا طلع اعلاني على التلفزيون. أيوة. فان شاء الله من خلال الاعلان اللي عنده خياطه يجي علي. ان شاء الله ان شاء الله. اذا خلينا يعني فرصه حلوه انه تذكرينا مره ثانيه العنوان، نستعيده مره ثانيه. يعني اذكر العنوان هسه؟ اي بالضبط، حتى ايضا هم يسمعوك وهي ام مصطفى ويانا، مثل ما شاهدتوها بالتقرير، وايضا انت الان راح تقولين العنوان مره ثانيه. اي انا ام مصطفى اسكن تكريت شارع شيشين حي شيشين. نعم، اي نقطه ذا؟ مستعده للخياطه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نقولش مبروك مره ثانيه وسلامنا لكل العائله. شكرا جزيلا على اتصالك. اذا مشاهدينا كانت ايضا معنا على الهاتف ام مصطفى، وبهذا راح نروح للنجف، وبمحافظه النجف بالتحديد منطقه حي الشرطه تسكن ام سعد، وام سعد هي عندها خبره بالخياطه 10 سنوات، وايضا ام سعد عندها 4 ابناء وزوجها مريض وبسبب مرضه ما يقدر يروح للشغل كل يوم، فأغلب وقته هو بالبيت، وكون هذا الظروف الصعبة اللي تمر بها أم سعد هي أصبحت المعيلة الوحيدة للعائلة. وبزيارة مراسلنا سعدون لتفقد أحوالها، أيضا فاجئها مفاجأة حلوة بمساهمة الشرقية بمشروع الخياطة. خلونا نشاهد التفاصيل بالتقرير التالي. مشاهدينا الأعزاء، إطلالتنا لهذا اليوم من برنامج خيوط الخير من مدينة النجف الأشرف، بعد أن بحثت عن خياطة ماهرة ألا وهي الخياطة أم سعد. إذا قبل ذهابنا إلى خياطة أم سعد لنذهب لشراء الأقمشة والمستلزمات الخياطة وكذلك الماكنة، إذا لنذهب إلى أسواق النجف لشراء هذه المستلزمات لنأخذها هدية إلى الخياطة أم سعد لمشروعها، مشروع خيوط الخير من قناة الشرقية. فإلى هنا. مساء الخير. شلونك ام سعد؟ اهلا وسهلا. احنا قناه شرقيه برنامج خيوط الخير. اهلا وسهلا. الله يخليك. احنا يعني جيناكم بعد ما سالنا طبعا وعرفنا انت خياطه. اي نقدر نشوف ماكينتك اذا تسمحي لنا ندخل؟ بسم الله. هذه الماكينه مالتك ام سعد؟ ماكينتك قديمه هذه؟ هاي قديمة والله، أشتغل عليها ما عندي غيرها. يعني الناس تعرف خياطة هنا، وهاي إحنا سألنا عليش طبعاً قبل أن نجي. مشاهدينا الأعزاء، إحنا سألنا طبعاً زيارتنا اليوم لخياطتنا أم سعد مفاجأة لها، ما تعرف، بس إحنا سألنا بالمنطقة قلنا أردنا خياطة زينة ومعروفة ووضعهم تعبان، فجينا بهاي بدور الشرطة بدور التجاوز وجينا لهالبيت هذا، وجاي نشوف هسه أم سعد هي قدامنا. انت ايش قصا لك خياطه ام سعد؟ 10 سنوات اشتغلت خياطه على هاي الماكينه وهي تعبانه. اي واشتغل عليها. نعم. وهي عيشتها عليها. عيشتنا عليها. ايش قد عندك اطفال؟ عندي 4 اطفال. وزوجك؟ زوجي يشتغل عامل وتعبان مريض. نعم. يوم يشتغل وعشره ما يشتغل. يعني دائما هو اكثر الاحيان الاحيان قاعد ما يقدر يشتغل. ومعيشه البيت الايجار عليك؟ كل الايجار علي وشغل البيت علي. اي اشتغل على هاي الماكينه. ما عندي غير. طيب ام سعد
انتم ما عندكم فد راتب من الاعانه؟ لا ما عندنا. مال الشبكه الاجتماعيه؟ لا ما عندنا. ما عندكم اي شيء؟ ما عندنا كل شيء. ما عندنا. اذا احنا راح نوصل لك هسه مشروع خير من قناه الشرقيه من برنامج خيوط الخير. هذا المشروع راح تعينين به زوجك وابنائك الاربعه زين، وراح يبقى مشروع دائم لك زائد الراتب راح نعطيك ايضا ما 3 اشهر على 250. فنجيب لك المشروع ونسلمك اياه ونسولف بعدين. مشاهدينا راح نسولف احنا بعدين ويا خياطتنا الجديده من مدينه النجف ام سعد. فرحتونا اليوم، شفتونا فرحه كبيره لام سعد. ام سعد رجلها مريض وعمال وكلهم والله شوفوا لهاي الشغله، هذا البيوت وهاي ريحتها، شوفوا شلون. وفرحانين اليوم ان جيتونا وضبيت علينا والله. بعد روح الله يستر عليكم، خير لكم هذا، الله يعطيكم العافيه. نشكركم، رحم الله والديكم، نشكركم. حاجه كبيره فرحتونا بها. وهذا يعني مشروع خير اليك ولاولادك والزوجه. الله يعطيكم، ما قصرتم، الله يستر عليكم. الماكينه برادر صناعيه مستلزمات، نشكركم احنا لها المساعده، نشكركم. رحم الله، اهلا وسهلا بكم، الله يسلمكم. بعد روحي. ام سعد احنا بعد ما رتبنا هسه هذه كل المستلزمات، ما كانت الخياطة أولا هذه موجودة أمك، زائدا الأقمشة هذه أقمشة، وزائدا أقماش شراشف هذا همايون، والمستلزمات هذه، هذا زيت محرك تخلي المال ماكينة تخلي لها دبة تفرغي به، تعرفين أنت خياطة تعرفين هذه، هذه المقاص الألشي، الأبكار هذا بألوان الدانتيلات، وهذا أيضا مال الصدر مال القلابيات اللي ينوضع عنهن. وهذا كتالوج ايضا مال خياطات يعني الفصال، وهذا البرده نسميها، وهذا ايضا اللاصق هذا الابيض اللي نوضع، وكل هذا ايضا احنا نقول لك مع هذا يعني هذا راتب 3 اشهر 750 الف من قناه الشرقيه من برنامج خيوط الخير. نقدم، تفضلي هذه. الله والديكم، أشكر قناة الشرقية وأشكر سعد البزاز على هذه المساعدة اللي ساعدني بيها، اللي جاب لي الماكينة اللي أشتغل عليها وأعين عائلتي وأعين بيتي. إحنا أم سعد ردة بس حياتك أنت من بديتي خياطك قص صار لك؟ صار لي 10 سنوات أنا خيط على ذيك الماكينة. طيب ذيك الماكينة استهلكت وتعبت، وين راح تتودي؟ راح اشوف لعائلة فقيرة واساعدها بها. بارك الله فيك، ايضا راح تهدي، راح اهديها لعائلة مستحقة. نعم المساعدة. طيب بالخياط من يجون لك يعني زباينك وهذه، وخصوصا اكو بعض العوائل اللي تستحق مساعدة راح تساعدين الناس؟ اي راح اساعدهم واخيط لهم. مثل من تساعدين انت؟ اساعد اللي اشخاص اللي تستحق مساعدة، مثل الايتام، الايتام واللي عندهم شهداء والمحتاجين والمرضى، يعني تساعدين بقدر المستطاع احنا. اي بقدر الامكانية اللي اقدر. احنا ان شاء الله راح نجي نشوف بعد فترة، نشوف مشروعك هذا ان شاء الله مشروع راح يصير مشاهدين مشروع كبير، راح يدرج فد ربح من وراء الخياطة وهذه الماكينة بس حافظين عليها زين. وبعد أيام إحنا من نزورك راح نشوف مساعد غير شكل، سولف لنا تقول هاي الماكينة فرق عن ذيك الماكينة، إنهم تدين ماكينة صناعية وسريعة هذه يعني تختلف. ودي شهم تعبانة. إيه أنت هسه تعلمي عليها أنت ما راهم على هذه. إيه ما بعد أنت. تعلم عليها هسه شوية. وعندك كل مستلزمات كفيك فترة طويلة، زائدا الراتب اللي راح يعين شمه زين. قطع عنوانك وين انت؟ اني بش اسمه بدور بالنجف، بدور الشرطة، بدور الشرطة التجاوز، يعني دور تجاوز وز الشرطة، حي الشرطة، محافظة النجف، الخياطة ام سعد. ام سعد، ام سعد هنا كل الناس تعرفها. احنا سألنا قبل لنا نجي سألنا بالمنطقة، قالوا والله خياطة احسن خياطة هي موجودة هنا بالمحلة ام سعد. فاحنا على الاساس جينا عليك، بدأ احنا عادة كنا نستطلع نشوف خياطة، لا بس من قالوا ان خياطة مستحقة وزوجها مريض اجينا عليك، فنتمنى شفاء زوجك. رحم الله والديك. وهذا المشروع، المشروع الخير
ان شاء الله يكون دائم اليك اليك ولعيالك، تستفيدين من عده طيله حياتكم، وان شاء الله شوفكم ببيت ايضا احسن من هذا اللي وضعيته، يعني صعب هذا يعني بالمطر شلونه دنيا دي يصب والجو والبارد البيت اي تدري انت حاله البيت في هالدنيا بارده. نعم. والبيت هذا شكله. نعم. وعدي اطفال صغار. نعم. واحنا مشاهدينا الاعزاء اليوم بعد ما انهينا جولتنا بالاسواق وجبنا الماكنه والمستلزمات والاقمشه الى خياطتنا مسعد، يعني راح نلتقيكم مع خياطة أخرى وفي محافظة أخرى من محافظاتنا العراقية الحبيبة ببرنامج خيوط الخير من قناة الشرقية، وإلى لقاء آخر ونقول لكم مع السلامة. إذن مشاهدينا شاهدنا فرحة أم سعد وعائلتها باستلامهم للمشروع، وهي الآن معنا على الهاتف. مرحبا أم سعد. ألو. ألو مرحبا. شلون صحة أم سعد؟ شلون الأخبار؟ شلون هم الجهال؟ ألو ويا الحمد لله. إذا ممكن تنصلي صوت التلفزيون على الأخير حتى تسمعيني بس من التليفون حتى ما ينقطع الاتصال. وحابة أعرف شنو أول قطعة خيطيها بالماكينة الجديدة؟ أم سعد؟ خياطي دجداشة. ألو ويا خياطي دجداشة لمن؟ دجداشة لعمتك. لعمتك؟ مبروك عليها. وللأطفال ما خيطي شيء جديد لهم؟ لا لا قاعدة خيط. زين، وشون تشوفين الماكينة سهلة لو صعبة عليك الاستخدام؟ لا زين الحمد لله. لا زين الحمد لله. نقول لك مبروك عليك وان شاء الله يا ربي بهذا المشروع تشوفين كل الخير، وان شاء الله على الايام الجايه راح نتابعك من خلال يعني زياره مراسلنا لك، وان شاء الله نشوف اعمال حلوه من ايديك. شكرا جزيلا لك ومبروك لك مره ثانيه. اذا مشاهدينا كانت ام سعد من النجف، والان راح نتوجه الى تكريت. مراسلتنا نور اللي هي توجهت لمنطقه الساحل الايسر عفوا الى الموصل، اللي توجهت لمنطقه الساحل الايسر وبالتحديد منطقه الحدباء. طبعا مراسلتنا نور بحثت عن بيت صبيحه، وهي الخياطه صبيحه اللي تعيل عائله ثمان أطفال، وهي طبعا أرملة وعاشت مع أبوها وأمها بعد وفاة زوجها وأكيد أطفالها وياها، فهي أصبحت المعيلة الوحيدة لهذه العائلة الكبيرة اللي هي ثمان أطفال مع والدها ووالدتها المرضى. وفعلا صبيحة تحتاج أنه أحد يعني يدخل عليها الفرحة لكونها هي عاشت بظروف صعبة، وأيضا الظروف أطفالها أيضا هم يعني عددهم كبير وبحاجة إلى من أحد يكون يعيلهم مع أمهم، بس الظروف صعبة جدا. والتقرير التالي راح يوضح لنا أكثر المعاناة اللي تعيشها، وأيضا راح يوضح لنا ويوصل لنا فرحتها باستلامها للمشروع. خليكم ويانا. اهلا بكم اعزائنا ومشاهدي الشرقيه عبر برنامج خيوط الخير، مساكم الله بالخير. احنا اليوم بالساحل الايسر من مدينه الموصل، تحديدا بمنطقه حي الحدباء، راح نتعرف على قصه الخياطه صبيحه اللي هي ارمله لثمان اطفال، بالاضافه الى انه هي تعيل والدتها ووالدها المعوقين. طبعا اعزائنا المشاهدين، احب انوه انه مشروع الخياطه وصل لاكثر من 40 امراه مطلقه وارمله في مدينه الموصل. خليكم ويانا، خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر قصة الخياطة صبيحة ومبشرها بماكينة الخياطة. السلام عليكم، شلونك؟
شلونك ام رامي؟ الله يسلمك، رحم الله والديك. تسلمين ام رامي. اريد تعرفين على قصتك اكثر حتى المشاهدين يعرفون القصه. ان شاء الله. انا ام رامي من سكنه حي الحدباء، من 2007 ترملت، عندي 8 اطفال، 5 بنات وثلاث ولد، وجيت الحمد لله على والدي، يعني عشت معاهم، بس والدي معوق وما يقدر، يعني فرد مره ما يقدر يمشي، والدتي هم ضريره بحيث فاقد عينها اليسرى وهسه عينها اليمنى، وانا يعني ارد اعينهم، يعني قلت بلكي الله والبزاز الله يطي، يعني بلكي اقدر احصل على علاجهم، اقدر يعني ولو على شيء بسيط. احنا عرفنا انه ما كنت الخياطه مالتك عطلانه. اي والله عطلانه، عندي ماكينه الحمد لله بس يعني عاطله. زين عرفت من يعني منك انه البنات موديتهم بيت؟ اي والله ما اقدر على عيشتهم، يعني ثمانيه وصعب ما اقدر، والدي مريض ما يقدر يعني يقوم يعني بمعيشتهم ومدارس، اختي اخذت 3 ولد، وجديتهم اخذت واحدهن، وعمتهم اخذت وحده. يعني لسه كم طفل باقي؟ باقي لي بس هذا الصغير، لان هذا شويه يعني ما هلقت تكاليفه. اوكي، يعني خلينا نتعرف على الوالد والوالده. هم وين؟ والدي موجود معوق، ووالدتي هم ضريره. شلونك خاله؟ الحمد لله، ام الله يرضى عليك. والله هل تشوفيني هاي عدسه يا وهاي عم اسود ما اشوفيه. شلونك عمو؟ والله الحمد لله. خليني اتحول. والله الحمد لله. عمو اريد اعرف شلون مدبرين حالتكم المعيشيه هنا؟ والله يبغى مدبرين. ابني مفقود بايران، وعلى هذا هل معاش وعايشين احنا؟ انا عشت وانا والحجوز، انا بوالدي 11 عمري 102 ما شاء الله. وهل هل قاعد قاعد تشوفيني؟ ما شاء الله. هسه على ايدي ما اقدر اسوي هذا، شو بدها؟ ام رامي اريد تحكي لي شلون مدبرين يعني حاله المعيشه. والله على والدي الحمد لله والشكر، يعني كل شهرين ياخذ 240، هاي ندبر عليه لحد ما ينتهن الشهرين. زين بالنسبه لماكنه الخياطه مالتك صار لها شقد عطلانه؟ والله صار لنا تقريبا من العام، هسه خيط بيدي حاليا، يعني اي شيء خيطه بيدي. زين زباينك اللي كانوا دائما يجون يخيطون يمك انقطعوا عنك؟ ايه، ما الماكينه عاطله والماطور مالها يعني دخن فما تركت. قبل الحمد لله يعني هم اخيط للجوارين، اخيط يعني لقرايبنا. زين ما حاولت تصلحيها؟ والله ما اقدر، مش شوفين هذول مرضى وما اقدر والله العظيم. والدتي علاجها ب 22 وواحد ب 16 بالعلاج مالتها، شوفي هاي قدامك. زين اذا صار عندك ماكينه خياطه جديده راح يرجعون الزباين؟ ان شاء الله ان شاء الله بحيل الله ان شاء الله. زين قناه الشرقيه راح تبشرك بماكينه الخياطه حتى تبدي سعدي البزاز على هذه يعني مبادرته الحلوه. فرح هو كل الايتام وفرح كل الارامل ونشكره يعني جدا. هاي الماكينه راح تكون كبدايه لمشروع حتى تنطلقين منه، واحنا ان شاء الله راح نظل نتابعك ونشوف لي وين توصلين حتى تعينين الحجي والحجيه وتخيطينهم همين لهم. ان شاء الله. تسلمين ان شاء الله. زين اريد اعرف اول ناس راح تخيطي لهم او اول الاشخاص؟ ان شاء الله قلت الايتام للاطفال يعني شكو يتيم اخيط له. ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نشوف الماكينه. نجي للبشرة الثانية، أريد تسوين إعلان مجاني على قناة الشرقية حتى زباينك يرجعون مرة ثانية إليك. إن شاء الله. أنا أم رامي من منطقة حي الحدباء، أسكن مع والدي قرب أسواق أبو عبد الرحمن. أعزائنا المشاهدين، الخياطة أم رامي بيتها قرب أسواق عبد الرحمن، زوروها، وبالنسبة لزباينها القدامى ارجعوا لها مرة ثانية لأن صار عندها ماكينة جديدة وقماش جديد وحلو، تعالوا خيطوا يمها. إن شاء الله. طبعا البشرة الثانية قناة الشرقية خصصت لك راتب لمدة 3 أشهر هو 750,000 دينار عراقي. مشكورين، تسلموا، رحم الله والديكم. هاي المبلغ. شكرا. هذا المبلغ حتى يكون رأس مال إليك حتى لا تصرفين من الوارد اللي راح يجي. شكرا، رحم الله والديك. تسلمين، ونشكر سعدي البزاز كثير كثير لان هو ابو الايتام وابو الارامل. زين خلينا نشوف رامي، وين رامي؟ تعال
رامي فرحان لان جبنا الماما ماكينه؟ ايه. زين شو تريد تخيط لك؟ هدوم. يعني ايش قد مثلا بنطرون لو دشداش لو شنو؟ بنطرون ودشداش يا ربيع الجامل. طبعا أعزائنا المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى نكون زرعنا فرحة حتى لو كانت صغيرة بقلب رامي وبقلب أم رامي، وإحنا مثل ما وعدنا دائما ونوعد دائما المشاركات ويانا إنه إحنا نتابعهم ونشد على إيدهم. خليكم ويانا بحلقات جاية من مدينة الموصل. مع السلامة. مع السلامة. شكرا جزيلا. الله ينطي سعد البزاز اللي فرح الأيتام فرح الأطفال، نشكره جزيل الشكر. شكرا لقناة الشرقية وجميع الكادر. مع السلامة. مشاهدينا أكيد شاهدنا الفرحة اللي كانت بوجه أم مروان أم رامي وأيضا أطفالها اللي هم بنهاية التقرير بينونا فرحتهم الكبيرة ب يعني استلامهم للمشروع، وأيضا فرحنا أبوها وأمها، وأكيد إحنا سعيدين بهذه الفرحة مالتهم. فإحنا حبينا أكيد تكونوا ويانا أم رامي على الهاتف، لكن لسوء الخطوط طبعا ما قدرنا نحصلها. فإحنا نوجه دعوة لكل زباينها اللي كانوا سابقا يخيطون عندها بأنه يتوجهوا لها ويرجعون يخيطون عندها. وطبعا عنوانها هي بتكريت، وبالتحديد عفوا بالموصل، وبالتحديد بمنطقة الحدباء. فإن شاء الله راح تعودونها مرة ثانية وترجعون كلون زباينها وتخيط لكم، وأكيد إحنا راح نتابع كل خياطاتنا اللي استلموا مشاريعهم، وإن شاء الله نشوف من عندهم أعمال حلوة. وبنهاية حلقتنا نشكر كل مراسلينا اللي أعدونا التقارير، وإن شاء الله نشوفكم بحلقات قادمة من برنامج خيوط الخير. إلى اللقاء.